أيوة، الآن ض كان في جملة مفيدة يا ولدي. طيب أستاذ، كان محمد نائما. أيوة أحسنت، كان محمد نائما. قد انتهى الوقت يا أولادي. طيب، أريد أن تلخيص هذا الدرس. كان، صار، بات، أصبح، أو كان وأخوتها من أفعال ناقصة. أستاذ، أريد سؤال أستاذي. تفضل يا ولدي. لماذا سميت كان فعلا ناقصا؟ درست هذه المادة سنوات عديدة ولم يخطر ببالي هذا السؤال. Anda ingin lebih paham lagi bahasa Arab? KLC. Belajarlah di KLC bersama INSIS Indonesia.